افضل منتجات اقتصادية ممكن نستخدمها للشعر. هنقول على بعض الانواع المحلية الممتازة والمفعولها قوي جدا، وهنقول على بعض الانواع المستوردة. هنخصص الحلقة دي نقول فيها الاسماء بتاع الادوية فقط من غير الدخول في اي تفاصيل. طبعا لازم نستخدم مالتي فيتامينز يكون فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها واللي بصيلة الشعر محتاجاها، وهنستخدم معاه نوع مخصص للشعر والضوافر. فلو بدأنا بالمالتي فيتامينز اللي ممكن نستخدمها، ممكن نستخدم كيروفيت كبسول، وده 15 كبسولة وسعره 54 جنيه، او نستخدم فيتاماكس بلس كبسول وده 20 كبسولة ب 45 جنيه، او رويال فيجي كبسول وده 20 كبسولة ب 37 جنيه، او هاي بوتنسي فورمولا وده 30 قرص ب 60 جنيه. كل الانواع دي هنستخدمها كبسولة مرة واحدة صباحا بعد الفطار او بعد الغداء. واي نوع هنستخدمه من الانواع دي، نستخدم معاه نوع من الانواع اللي هقولها دلوقتي، يا اما هير تونيك كبسول، وده هنستخدمه مرة واحدة في اليوم، وفي الحالات الشديدة ممكن نخليه مرتين يوميا، او بانتوجار كبسول، وده نستخدمه 3 مرات يوميا. بس انا عن نفسي دلوقتي بستخدم البانتوجار كبسول، ولكن في بداية استخدامه في نقطة كده مهمة عايز اقول لكم عليها. في بداية استخدامه استخدمته 3 مرات يوميا، وكان الكبسولة بتاع بالليل بستخدمها الساعة 10 او 11، فضلت حرفيا 3 ايام مش عارف انام بسبب البنتجار. فالبنتجار بيعمل أرق شديد جدا جدا، وده حصل معايا شخصيا. فلو جربت البنتجار وحصل لك صعوبة في النوم أو أرق، ممكن تخليه مرتين بس يوميا بعد الفطار وبعد الغداء. البنتجار كبسول 90 كبسولة وسعره 189 جنيه، أو نستخدم نيوتريشن فور يور هير وده 60 قرص وسعره 166 جنيه، وده بيستخدم مرتين يوميا، قرص بعد الفطار وقرص بعد العشاء. لو مش عايزين تاخدوا نوعين اتنين من الكبسولات مع بعض، ممكن تاخدوا نوع واحد فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي الشعر محتاجها، زي مثلا بيرفكتيل اوريجينال او بيرفكتيل بلس هير، وده هيتاخد مرة واحدة بس يوميا. كل الانواع اللي قلناها ديت لازم نستمر عليها مدة ما تقلش عن 3 شهور، من 3 شهور ل 6 شهور عشان تحس بالنتيجة بتاعتها. ما ينفعش تستخدم شهر او شهرين وتوقف وتقول مفيش نتيجة، لازم تستمر عليها اقل حاجة 3 شهور. وطبعا لازم تاخد بالك كويس جدا من مخزون الحديد وتحليل الهيموجلوبين وتحليل فيتامين د. اي خلل في ال3 حاجات دول هيأثر بشكل مباشر على نمو الشعر وتساقط الشعر. يبقى لازم تحلل مخزون حديد وتحلل هيموجلوبين وتحلل فيتامين د. يبقى لو حللت فيتامين د ولقيته قليل، يبقى تاخد فيتامين د بجرعه ما تقلش عن 5000 وحده دوليه يوميا، وكمان الهيموجلوبين لازم تتاكد ان هو ما يقلش عن 12. دول كده اهم وافضل الحبوب المستخدمه لعلاج تساقط الشعر. اتمنى الفيديو يكون عاجب حضراتكم. لو طبعا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. الى اللقاء.